ونحن كأصحاب خيل في هذه المنطقة نطالب بالدعم من الإدارة الذاتية، لأنهم قبل هالمرة أفرزونا دعم، ولكن أتتنا نصف حصة، كل رأس أتى 50 كيلو، والخمسين كيلو هذا ما يكفي، ما كفاهم أقل من أسبوع، أسبوع أقل من أسبوع. إحنا استلمنا 25 طن علف للخيول العربية الأصيلة تكملة الدفعة القديمة اللي استلمناها نص الكمية، وهذه تكملة لها 50 كيلو للرأس. عددنا ما يقارب 470 رأس خيل موجود بالمنطقة، ونطالب بدعم الخيول، لأن الخيول 50 كيلو ما تكفيها.